رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات حفل جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2019 ومرور 10 سنوات على انطلاقة الجائزة بفندق الخليج، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس النواب وكل من معالي نائبي رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمدعوين. وبمناسبة رعاية سموه لهذه المناسبة أدلى بالتصريح التالي: يسرني رعاية الحفل السنوي للجائزة، مؤكدا على أن ما حققته مملكة البحرين من منجزات نوعية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ومواكبتها للتطورات العالمية المتسارعة في ظل الثورة المعلوماتية يأتي تأكيدا لمكانتها المرموقة في هذا المجال ومحافظتها على مؤشرات متقدمة في تنمية تكنولوجيا المعلومات، دليل على تبوئها مراكز متقدمة على صعيد التنافسية إقليميا ودوليا في تقنية المعلومات والاتصالات. تأتي جائزة التميز للحكومة الإلكترونية ومنذ انطلاقها في عام 2008 أحد أهم المبادرات الوطنية، وإن إسهامها الواضح بتحفيز الابتكار وترسيخ مبدأ التميز قد مكنها من جني ثمارها في كل عام نموا وازدهارا وتطورا في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وإن نشرها لثقافة المعرفة بين الأفراد والمؤسسات يمثل قاعدة لتطوير الخدمات ودعم البنى التحتية واستدامة التنمية. ولقد جعلت مملكة البحرين من تبنيها للمبادرات المحفزة على الإبداع والتميز مثال للانفتاح والتقدم على المستوى الإقليمي في مجال دعم التميز الإلكتروني، من حيث إضافة هذه الجائزة لرصيد المملكة من الإنجازات التي كان آخرها تحقيقها للمرتبة 26 عالميا والخامس أسيويا والمركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. إن جائزة هذا العام بشمولها 10 فئات من ضمنها استحداث فئات جديدة بالقطاع الخاص يهدف إلى إبراز جانبها الخدماتي للمستفيدين منها والاستمرار في تسليط مزيد من الضوء على مختلف المبادرات الوطنية المتميزة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في سبيل تطوير البرامج والخدمات والأعمال المطروحة من خلال منظومة رقمية متكاملة، ما يعكس حقيقة الدعم المباشر الذي توليه الحكومة للوزارات والهيئات الحكومية لوضع السياسات والتشريعات اللازمة للتكامل وتقديم خدمات متطورة وبجودة عالية. إن احتفاؤنا اليوم بالمتميزين في جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2019 ما هو إلا تقدير لعطاءاتهم وإبداعاتهم، حيث نتطلع دوما لاستمراريتها في قادم الأعوام، معربين لهم جميعا عن التهنئة لما قدموه من أعمال متميزة أوصلتهم إلى منصة التكريم. والشكر موصول لأعضاء لجان التحكيم والمنظمين وفرق العمل والجهات المتعاونة على مدار السنوات الماضية على جهودهم، ولجميع المشاركين الذين أثروا بأعمالهم الجائزة، وللفائزين الذين قدموا أعمال نوعية وأهلتهم لاستحقاق الفوز عن جدارة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل في هذا المجال لما فيه خير الوطن وصالح الجميع. واشتملت قائمة الأعمال الفائزة في القطاع الحكومي ضمن فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية G2G وزارة الداخلية عن مشروع تكاتف وعبارة عن منصة لحماية الأسرة من العنف بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن مشروع النظام المتكامل لإدارة المشتريات الحكومية، فيما فازت بفئة جائزة الخدمات الحكومية التكاملية للأفراد أو الأعمال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تمثلها شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن مشروع منصة بنايات لتراخيص البناء. في حين أحرزت هيئة البحرين للثقافة والآثار جائزة التميز لفئة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية عن حسابات التواصل الاجتماعي لهيئة البحرين للثقافة والآثار، وعن فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية فازت هيئة الكهرباء والماء عن تطبيق خدمات الكهرباء والماء، كما فاز مصرف البحرين المركزي بجائزة أفضل موقع حكومي إلكتروني عن موقعه الإلكتروني. وفي القطاع الخاص فازت شركة خدمات مطار البحرين الدولي عن نظام آي باس في فئة جائزة أفضل خدمة إلكترونية التي تم إضافتها هذا العام.
وفازت الراوي ميديا عن تطبيق الراوي في فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية. أما في قطاع الأفراد فئة أفضل مقترح إلكتروني فقد فاز المواطن محمد أحمد البوعينين عن فكرة تحسين الاتصال بالحكومة من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر نظام تواصل، والمواطن أحمد محمد البوعينين عن فكرة المجلس البلدي الذكي، والمواطنة زينب جعفر أكويد عن مقترح أتمتة حركة المرور بنظام يجمع الجهات المعنية. وفي فئة المواطن الإلكتروني فاز المواطن محمد عبد الجليل إبراهيم جاسم شهاب عن أكبر عدد من المعاملات التي أنجزت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام واحد. وفاز المواطن محمد عبد الرحيم حسن بوشيري عن أكبر مجموع من المدفوعات التي تمت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام واحد. في صورة ترسم ملامح الدعم الحكومي اللامحدود لتلك الجهود الرامية لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2019 تجدد موعدها لهذا العام، معلنة عن الفائزين الذين حالفهم التكريم في هذه النسخة التي حملت جملة من المشاريع المتميزة. الجائزة انطلقت في 2008، أهدافه هو تحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية، أهداف برنامج عمل الحكومة، أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، أهداف الانمائية. حاولنا أن معايير الجائزة تكون متكاملة وشاملة تحقق جميع هذه الأهداف، تساعد الجهات الحكومية أن يكون عندهم مرجعية كأن دليل موحد لما يطورون خدماتهم برامجهم مبادراتهم. خلال 10 سنوات وصلت عدد المشاركات 1390. حاولنا بهذه المناسبة، مناسبة مرور 10 سنوات، أن احنا نوثق التجارب وقصص النجاح في كتاب يكون جميع الفائزين خلال 10 سنوات بنبذة عن كل مشروع وعنوان المشروع، ويكون يستفيدون من الجهات الحكومية سواء في البحرين خارج مملكة البحرين.
إن تنظيم جائزة التميز للحكومة الإلكترونية يأتي بشكل دوري بهدف تكريم مقدمي الطلبات من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الذين ساهموا في تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين وارتقوا بأعمالهم إلى القدرة على المنافسة العالمية. فزت بأفضل مقترح إلكتروني. مشكلة الوقوف الخاطئ من المشاكل اللي يواجهها مستخدمي الطرق بشكل متكرر، والإدارة العامة للمرور تستقبل عدد هائل من المكالمات عن هذه المشكلة. هذا البرنامج راح يحلها بشكل آلي بهدف تقليل الوقت والجهد وحل المشكلة بشكل أسرع وأسهل وأكثر كفاءة. فزنا بأفضل تطبيق الهاتف النقال وتطبيق خدمات الكهرباء والماء، يتميز بسهولة الحصول عليه من متجر التطبيقات بأي وقت في أي مكان، يساعد المواطن أنه يتابع استهلاكه مع دفع الفواتير والاستفسار عن أي مدفوعات سابقة. طبعا تطبيق الراوي فاز بجائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية. تطبيق الراوي يهدف أن احنا نوصل الكتب إلى كل المستخدمين في العالم عن طريق الصوت، فاليوم المستخدم وهو يتنقل بإمكانه يستمع إلى الكتب صوتيا. إلى ذلك تم افتتاح المعرض المصاحب الذي تم تنظيمه للجهات الفائزة والجهات التي تأهلت للمراكز المتقدمة وكانت لها الفرصة الأكبر للفوز مقارنة ببقية الأعمال المشاركة، وكذلك للمشاريع المتميزة التي اختارتها هذا العام لجنة التحكيم نظرا للحلول التقنية المتميزة التي قدمتها ضمن عملها في نسخة هذا العام. من حفل تكريم جائزة التميز الحكومة الإلكترونية 2019 يأتي هذا التكريم تقديرا للأعمال والمشاريع المتميزة التي تضمنت جوانب متعددة من الإبداع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.